مجموعة من الأصدقاء نسكن في نفس البناء نذهب للمدرسة سويا ومعا نرجع في المساء إن تسألنا عنواننا خمس شارع الأصدقاء رامي نشيط ومحبوب شوقي في الشعر يذوب متعب متهور جريء مهلول ساذج وبريء نجيب عن كل شيء يجيب خمس شارع الأصدقاء هو مسجل عم عباس هذا أغنية مسلسل إذا أطفئ التلفاز أنا تعبان أريد أن أرتاح يا عالم خمسة شارع الأصدقاء خمسة شارع الأصدقاء في ظني أن هذه الكلمات لا تصلح لأغنية المسلسل هيا هيا يا أخي أنت شجاع وقوي الشخصية نعم نعم ولا شيء يصعب عليك غير معقول أكثر من ساعة نقنعه ولا يقتنع اسمع انسى أمر الجميع وفكر في القصيدة فقط نعم نعم فكر في القصيدة وفكر كم أنت شجاع ومقدام تذكر كيف وقفت في مواجهة الجميع في الملتقى الشبابي العام الماضي نعم 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 وتذكر طرزان عندما وصل المدينة أول مرة كم كان شجاعا ورابط الجيش أكره أفلام طرزان وما رأيك بأفلام هالك؟ أكرهها أيضا وسيلفستر استلموني أوه كفى تعبنا منك يا شوقي اسمع إن لم تتراجع فلن أتعامل معك مطلقا حتى أنني لن أستدين منك قرشا واحدا بعد اليوم لكنك تستدين مني عادة ولكنني أخجل أخجل ألا تفهمون؟ أنا أخجل معقول؟ عندما أخبرنا الأستاذ نظمي أن قصيدتك ستشارك في المسابقة النهائية للشعر التي ستعرض على التلفاز وددت لو كنت مكانك وظننت أنك ستطير من الفرح لا أحب الطيران أيضا أدوخ غريب مع أنك معتاد على الطيران في أجواء الشعر والخيال أطير في البيت فقط أنا سأطير من الغيظ تسنح لك فرصة الظهور على التلفاز وتتمنى في الحقيقة شكلي غير مناسب وأخجل من الظهور أمام الجمهور اسمع ربما إن مشطت شعرك سيصبح شعرك مناسبا لشعرك ليست المشكلة في شعري ولا في شعري بالتأكيد المشكلة في عقلك تأتيك الفرصة وترفضها المشكلة خجلي أنا أخجل أخجل وعندما أخجل يحمر وجهي فتبدو أذناي كبيرتين ماذا تقول؟ أنت وسيم جدا مع أن هذه المسابقة للشعر أصلا وليست للجمال نعم أظن أنك ستكون نجم الحفل بلا منازع وسيطلب المعجبون والمعجبات توقيعك على أوراقهم وقمصانهم ورؤوسهم وأصابع أرجلهم خلصنا لا أدري لم أقتنع هيا يا شوقي هيا كفاك أنت جميل وجذاب ورائع وساحر وباهر وماهر وجمال وسعيد وزياد ووسام ووسيم وعامر ومنى خلصنا يا أخي أولاً انظر كم أنت وسيم وجذاب ثانياً عليك أن تعتاد مواجهة الجمهور ماذا ستفعل عندما تصبح شاعراً مشهوراً؟ شاعراً مشهوراً؟ لا أدري أنا خائف اسمع
سمعت الدكتور طارق سويدان مرة ينصح باستخدام هذه الطريقة في الإيحاء النفسي الإيجابي. ردد ورائي: أنا واثق بنفسي، أنا شجاع، أنا لا أخجل، أنا جميل. ها؟ أنا واثق بنفسي، أنا شجاع، أنا لا أخجل، أنا جميل. أنا واثق بنفسي، أنا شجاع، أنا لا أخجل، أنا جميل. حسناً، حسناً جداً، استمر. أنا واثق بنفسي، أنا جبان، أنا خجول، أنا بشع. لا 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 يا أخي لا، لقد حولت الطريقة إلى الإيحاء النفسي السلبي. كرر ورائي، كرر ورائي: أنا واثق بنفسي، أنا شجاع، أنا لا أخجل، أنا جميل. أنا واثق بنفسي، أنا شجاع، أنا لا أخجل، أنا جميل. حسناً، حسناً جداً، استمر. أنا واثق بنفسي، أنا شجاع، أنا لا أخجل، أنا جميل. أنا واثق بنفسي، أنا شجاع، أنا لا أخجل، أنا جميل. أنا واثق بنفسي، أنا شجاع، أنا لا أخجل. أنا واثق بنفسي، أنا شجاع، أنا لا أخجل، أنا جميل. أنا واثق بنفسي، أنا شجاع، أنا لا أخجل، أنا جميل. أنا واثق بنفسي، أنا شجاع، أنا لا أخجل، أنا جميل. رامي، 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 أنا فاقد الثقة بنفسي، أنا جبان، أنا خجول، أنا بشع يا رامي، لقد ذهب جمالي، ذهب مع الحبة. هاي رامي، رامي، رامي. ماذا، ماذا، ماذا حصل؟ انظر، انظر، انظر هنا. ستلقي القصيدة وأنت أحول العينين هكذا؟ هذا ليس جميلا. ما هذا الشيء الذي تضعه على أنفك؟ ليس جميلا أبدا. أعرف أنه ليس جميلا، بل إنه مقرف أيضا. لا لا، ليس إلى هذه الدرجة يا شوقي. بل أكثر، بل أكثر، أنا فاقد الثقة بنفسي، أنا جبان، أنا خجول، أنا بشع. يرفض الخروج من المنزل؟ المشكلة خطيرة ولا تستطيع أن تشرحها على الهاتف؟ فهمت؟ سأحضر نجيب وبهلول معي. حسناً، لن أتأخر. مع السلامة. السلام عليكم يا شباب. ما هذه الحبة؟ أين شوقي؟ هنا خلف التلة. ها ها ها، شوقي، متى ظهرت لديك هذه الحبة؟ اليوم صباحا، البارحة لم تكن موجودة. وماذا كنت ترتدي عندما نمت؟ ثياب النوم بالتأكيد. وماذا أكلت البارحة قبل أن تنام؟ ملوخية. وقبل البارحة؟ ملوخية مع الحساء. وقبله؟ ملوخية من دون حساء. كل يوم ملوخية؟ يا أخي أحب الملوخية قبل النوم. ومنذ أسبوع؟ لما كل هذه الأسئلة يا نجيب؟ الأمر واضح، إنها حبة شباب. اسمع، هذه ليست حبة شباب،
بل هي حبة التهابية ارتكاسية لاواعية منعكسة من الضفيرة الشمسية المرتبطة بالعصب التائه. نعم، بالعصب التائه، التائه، مع الأمعاء والجلد، وهي ليست بحاجة إلا إلى مرهم حيوي صاد. لا تهتم ولا تحزن، أعطتني أمي مرة مرهما جلبته من معمل الدواء الذي تعمل به عندما أصابتني حالة مشابهة. تضعه في المساء وتنهض في الصباح وقد اختفت الحبة تماما. حقا؟ شكرا شكرا. أريد أن أسألك سؤالا، هل عاد؟ من؟ من هذا؟ من عاد؟ العصب، العصب التائه إياه، هل عاد؟ ماذا؟ نجيب أخطأ؟ نعم، وعندما علمت والدته بالأمر عنفته وأعطت شوقي مرهما جديدا لأنها حقا حبة شباب. نجيب أخطأ. وهل استفاد شوقي من الدواء الجديد؟ في اليوم الأول استعمله صباحا ومساء فتحسنت حالته، ومن شدة سروره لم يلتزم بالتعليمات ولم ينتبه إلى التحذير الوارد في الوصفة أن كثرة الاستعمال قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وأخذ باستعماله عدة مرات في اليوم مما جعل حالته أسوأ بكثير. غير معقول. نجيب نجيب نفسه نجيب أخطأ. نعم نجيب أخطأ، العالم نجيب أخطأ، الجهبذ العبقري نجيب أخطأ. خلصنا. السلام عليكم. ماذا حدث لوجهك يا مسكين؟ تقول أمي إنه يحتاج إلى أسبوعين على الأقل قبل أن يعود لاستعمال الدواء من جديد. ماذا؟ أسبوعين؟ يكون موعد المسابقة قد فات. قلت لكم منذ البداية لا أريد الذهاب. تفاءل يا رجل، لا بد أن نجد حلا. هناك حل. سمعت أحدهم يقول إن تعليق سن ضبع حول الرقبة يفيد جدا في حالة حب الشباب، كما أنه قبل أن تنام عليك أن تضع مجموعة من المواشير الزجاجية بحيث تتجه رؤوسها نحو الشرق لكي تكون طاقة البينج بونج لديك، يعني لديك في حالة يعني جيدة. تقصد طاقة اليان واليانج؟ نعم، البينج والجانج، الجينج والبن والبوب والبين، هذه نفسها. لا يهمني ما اسم الطاقة، المهم أن أشفى، ولكن من أين سأحصل على سن ضبع؟ ماذا؟ ستعلق سن ضبع برقبتك حقا؟ حتى ولو سن ضفدعة، المهم أن أشفى. ماذا؟ يرفض الخروج من المنزل؟ المشكلة خطيرة؟ ولا تستطيع شرحها على الهاتف؟ فهمت، سأحضر نجيب وبهلول معي. حسناً، لن أتأخر، سنحضر حالاً. وعليكم السلام. كما أخبرتكم، وكاد أن يختنق بسن الضبع عندما التف الحبل حول رقبته وهو نائم، وعندما استيقظ صباحا نسي أن المواشير الزجاجية حول السرير فداس على أحدها وجرح قدمه كما ترون، ولكنها خدوش طفيفة الحمد لله. هذه نتيجة من يسمع كلام بهلول. نعم الحمد لله على السلامة. أثبتت آخر الدراسات أن استعمال التمائم دليل جهل وتراجع في الثقافة الاجتماعية بصورة عامة، كما أن الغريق يتعلق بقشة. كلامك صحيح، شريطة ألا يختنق بهذه القشة أو تجرح أقدامه، هذا دليل جهل وتراجع في الثقافة الاجتماعية. وجدتها. أين هي؟ هنا. أنتم تعلمون أن الطب في الفترة الأخيرة قد عاد إلى المعالجات القديمة، سواء بالأعشاب أو الإبر الصينية أو خلصنا، ماذا تريد أن تقول؟ أعرف عنوان رجل يعالج بالأعشاب الطبية، وهو يمارس هذا النوع من المعالجة سراً منذ زمن، والكثيرون قد تم شفاؤهم على يديه. بالسر؟ لابد أنه دجال. ماذا تقول؟ يا رجل، الناس تأتي من آخر الدنيا كي تتعالج عنده، والحجز لديه قبل شهر على الأقل. لا تخاف،
استطعت تدبير موعد لك عنده الآن. الآن؟ هيا هيا، أعجز عن شكرك. هيا هيا لنذهب، هيا هيا لنذهب إليه. ولكن انتظروا لحظة، أثبتت آخر الدراسات. كما تشاءون. آخر حبة يا شباب، آخر حبة، من يريد آخر حبة؟ آخر حبة للي تحبها. مرحبا، أنا مشغول، عد بعد شهر. أنا من اتصل بك منذ قليل، أتذكر؟ نعم. بخصوص حب الشباب، ولكن وجهك نظيف. لست أنا، بل لما تشغل وقتي إذن؟ ألا تراني مشغولا جدا؟ دع المريض يدخل بسرعة. حالتك مستعصية، ولكن لا تخف، دواءك عندي. اسمع، عليك أن تضع ليلا قناعا من العسل وطحين الشعير مع بذور الشرشوح وتويجات زهرة البهدلاء ومطحون من قار الغراب وخمس نقاط من حليب ماعز جبال الألب، وكل ذلك قبل النوم، وفي الصباح تغسله من دون استعمال الصابون أو غيره. ماذا؟ ولكن من أين سأحصل على العسل؟ لا تخف، سأتدبر الأمر لك إن شئت، ولكن كله بثمنه. اتفقنا. ماذا؟ يرفض الخروج من المنزل؟ المشكلة خطيرة ولا تستطيع شرحها على الهاتف؟ فهمت، سأحضر نجيب وبهلول معي. حسناً، لن أتأخر، سنحضر حالاً، وعليكم السلام، مع السلامة. هيه، انتبه، يكفي هذا، والآن بعض الماء البارد. يكفي، جرب ثانية. لا تفعل. لا فائدة. عجيب هذا الدواء الذي وصفه لك، ما زال عندك من؟ نعم، لماذا؟ أريد أن ألصق به جهاز الهاتف المكسور في غرفتي. اسمعوا، ما رأيكم أن نضيف بعض النفط إلى ماء المغطس؟ لا 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 لا. حسناً، موافق، لنذهب إلى المشفى. قلت لك ذلك منذ البداية، لا تنسى أن تعطيني الكمية الباقية، فهمت؟ وماذا قال لكم الطبيب؟ قال إنه لا يوجد دواء فعال للشفاء من حب الشباب، وأن أهم شيء ألا يعبث بالحبوب أو يفقأها. ألم أقل لك ذلك منذ البداية، وأن معظم الشباب معرضون لذلك؟ لما لم يظهر إذن عند رامي وهو أخوه التوأم؟ ليس من الضروري أن يظهر عند كل واحد، كما أن ال... لحظة، رائع. نعم، بهلول صديق جيد، ولكن ليس لدرجة التقبيل. أنا رائع؟ ستذهب أنت وتلقي القصيدة بدلاً عني. ماذا؟ نعم، أنت أخي التوأم، ولن يستطيع أحد التمييز بيننا. لا 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 لا، أنا لست موافقاً. ولم لا؟ إنها فكرة مدهشة، لا يمكن أن أتخيل أنها من بهلول.
هيا يا أخي هيا، أنت تعلم كم هي مهمة هذه المسابقة بالنسبة لي. نعم أعرف كم هي مهمة بالنسبة لك، بالنسبة لك. إذن اذهب بنفسك، ليس هناك ما يمنعك. بهذا المنظر؟ قلت لك 1000 مرة المظهر ليس مهما بل المضمون. المضمون. أرجوك أرجوك يا أخي أرجوك، ألست أخي؟ بكل تأكيد، فهو يشبهك تماما. إذن وافق يا أخي وافق. أخي أخي أرجوك أرجوك. شوه وجهي اللطيف. حب الشباب المخيف، وأصبحت حبيس غرفتي لأجل هذا الأمر السخيف. شوقي، ما رأيك أن تغير رأيك؟ فأنا مرتبك جدا، كما أنني أخشى ألا ألقي القصيدة إلقاء جيدا. لا لا عليك، لقد ألقيتها بصورة رائعة في النهاية بعد سهر البارحة في التدريب، وكل ما عليك هو أن تتنفس بعمق ويسر وستسير الأمور على خير ما يرام. ماذا؟ قصيدة جديدة؟ نعم، قصيدة رثاء لوجهي. هيا يا رامي سنتأخر. أنا مستعد ولكن... هيا رامي. إذن هيا بسرعة. نعم هيا. شوه وجهي اللطيف. أين القصيدة؟ هو الآن مع المتسابق شوقي رياض. الفراش الجميل، عفوا الفراش الجميل، والفراش الجميل يطير، وأنا حبيس غرفتي، رائع ملون ذكرني بهذا الأمر السخيف، والربيع الأخضر في الفلاء يغري الطيور بالغناء، شوه وجهي اللطيف حب الشباب المخيف. من أين لك بهذا؟ لا لا، سمعتي شهرتي مستقبلي، لا أين أنا؟ أين أعيش؟ لا لا. والفائز بالجائزة الأولى في مسابقة البلاد للشعر لطلاب المدارس هو الطالب، سنعرف اسمه بعد الإعلان. لا لا لا، أنا أمزح معكم. جميل البدر. لا لا لا، قصيدتي هي الأجمل. لا لا انتظروا، لا لا هذا ظلم. لا 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 لا، أنا من يجب أن يفوز. أنا لا، انظروا إلى وجهي انظروا. 1 2 4 5 10 بل 20 حبة. لا قصيدتي هي الأجمل. هاي انظر إلى نفسك. ها؟ لا كان يجب أن أذهب. أنا وأي دواء تستعمل الآن؟ دواء المقاطعة. هل هو دواء جديد؟ نعم، قررت مقاطعة المرآة، فلن أنظر إليها إلا عند الضرورة الملحة، والنتيجة كما ترى أفضل بكثير. الحمد لله لقد عاد. نعم عاد له عقله أخيرا. ليس عقله بل العصب. أي عصب؟ العصب، العصب التائه إياه.
خمسة شارع الأصدقاء.